بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الدي بي اي تخصص الريادة والنشاطات الصغيرة، النهاردة هنبدأ محاضرة جديدة برضو، هي طبعا المفروض تمثل محاضرتين بالنسبة لكم. هنتكلم فيها على إزاي بنحدد السوق وإزاي بنبدأ نتنبأ بالظروف المحيطة، ودي مجموعة من الحاجات الأساسية الخاصة اللي لازم يعرفها اللي هيعمل مشروع. تعالوا نشوف احنا النهاردة هنتكلم على ايه. احنا هنتكلم على ايه هي التوقعات وايه هي الاهداف اللي المفروض كل واحد يحطها في المشروع بتاعه، في بداية المشروع بتاعه. ازاي نبدأ نتخيل الظروف المحيطة ونعمل لها نوع من التحليل، وبالتالي نبدأ نتنبأ بالظروف المحيطة من خلال اجراء تحليل للبيئة الداخلية والخارجية. تعالوا نشوف العناصر دي ونفهمها مع بعض. أول حاجة عملية تحديد التوقعات والأهداف. تعتبر عملية تحديد الأهداف من أساسيات الإدارة، يعني قبل أي حاجة دايما نحن بنحدد الهدف أو الرسالة بتاعتنا الأول كمان، وهنعمل نحط الأهداف الأساسية بتاعتنا إزاي. بس طبعا ده لازم يكون في ضوء توقعات إحنا بنبني عليها النشاط بشكل عام، وبالتالي نبدأ نحط الوظائف اللي إحنا هنشتغل فيها، ونبدأ نشوف إيه هي الإمكانيات المتاحة بالنسبة لنا عشان نقدر نحط بعد كده الاستراتيجيات والخطط اللي احنا هنشتغل على أساسه. تعالوا كده مع بعض نستعرض بعض الأمور البسيطة. مثلا أي استراتيجية بيتم وضعها، والاستراتيجية هنا مقصود بيها الخطة اللي احنا هنتعامل من خلالها. لازم الأول أشوف إيه هي المنافع المتوقعة منها، وإيه هي التكاليف بتاعتها، ومين العملاء بتوعها اللي المفروض يدوروا على يعني هذه الخدمة وهذه السلعة اللي أنا هقدمها لهم، مين الناس بتوعي، مين اللي ممكن يساهموا معايا سواء بالمساهمين بالأموال أو هيبدأوا معايا المشروع، العاملين بتوعي هيبقوا شكلهم إيه. طبعا هنا بيبدأ وضع الخطة أو التوقع في الأول علشان أبدأ أشوف هاخد قرارات شكلها إيه في البنيان الأساسي للمنشأة بتاعتي، ومدى ملائمة هذا البنيان أو هذا الهيكل التنظيمي اللي أنا هعمله لتنفيذ استراتيجيتي أو تنفيذ الخطة بتاعتي اللي أنا ممكن أعملها طبقا لهذه التوقعات. وطبعا بعد كده ببدأ أحدد الأهداف بتاعتي على مستوى المنشأة. الأهداف طبعا ممكن يبقى فيه أهداف عامة الأول وأهداف رئيسية، ثم أحول بعد كده أحط الأهداف الفرعية بتاعتي أو الأهداف الأصغر شوية اللي هي على مستوى إدارات أقسام، على مستوى الوظائف الأقل. يعني طبعا بيبقى فيه هدف كلي للمنشأة الصغيرة، ثم أهداف أصغر شوية ممكن نتعمل واحدة واحدة. أول حاجة لازم نتكلم عنها دلوقتي وهي المهمة أو الرسالة الخاصة بالمنظمة بتاعتي. يا ترى إيه أساس المنظمة بتاعتي دي، قايمة على أساس إيه؟ أي مؤسسة أو أي مكان أو أي مشروع بيتعمل لازم يكون له رسالة. أنا هشتغل إيه؟ وأنا بستهدف مين من العملاء؟ وأنا عايز أعمل إيه بالظبط؟ طبعا اعمل ايه بالظبط يعني انهي نوع من التكنولوجي هستخدمه، فلسفتي في الاداره هتبقى شكلها ايه، وبالتالي ده كله بيصاغ في صوره حاجه اسمها المهمه اللي المفروض المنشاه تقوم بيها، واللي من خلالها بتنبثق منها الاهداف الاساسيه اللي هتشتغل عليها. الفرق ما بين صياغه الرساله او المهمه بتاعه المنظمه وصياغه الاهداف ان الاهداف عاده بتكون واضحه محدده، أعرف أنا وصلت لها ولا لا، أقدر أقيسها. إنما المهمة ممكن تبقى محطوطة بشكل عام، أنا هشتغل إيه، هتعامل إزاي، فلسفتي العامة إيه هي، مين العملاء المستهدفين بتوعي، وهكذا. فهي ممكن تبقى تاخد شكل الصياغة العامة أكتر. وبالتالي لو أنا حطيت بقى بعد كده من هذه المهمة أو من هذه الرسالة العامة للمنظمة بتاعتي، أبدأ أحدد أهدافي في شكل أهداف يمكن تحديدها ويمكن قياسها. يعني ممكن أقول هدفي إن أنا أحقق رقم معين مثلا من المبيعات، يعني هدفي إن أنا أبيع 100,000 وحدة السنة دي، وهنا الهدف محدد عادة زمنيا وقيميا أو كميا. وبالتالي أنا ما بقول 100,000 وحدة خلال هذا العام، يبقى هنا أنا قلت تحديد للزمن وتحديد للكمية اللي أنا بستهدفها. أو ممكن أقول إن أنا عايز أحقق السنة دي 30% أرباح مثلا، يبقى هنا أو أحقق معدل نمو بشكل معين. يبقى هنا عادة الأهداف حاجة
ممكن أصيغها بشكل قابل للتنفيذ وأيضا بشكل قابل للقياس، لأن في النهاية الهدف الأساسي أو الأهداف الكبيرة بتاعتي بحاول أحطها في شكل أهداف صغيرة على مستوى زمني أقل. يعني لو هدفي ده مفروض خلال 5 سنين مثلا، يبقى أنا أبدأ أقسمه إلى أهداف خاصة بكل سنة، ممكن أقسمه بأهداف خاصة بأماكن، بجهات معينة، بفروع معينة، بإدارات مختلفة. يبقى أنا هنا لو أخدت الأهداف الأساسية الكبيرة بتاعتي أحاول أقسمها إلى أهداف أصغر شوية على مستوى بقى الأفراد، على مستوى الأقسام، على مستوى الفروع، على مستوى الناحية الزمنية. ممكن أقسم أهدافي مثلا كل سنة أعمل إيه، أو كل 6 شهور المفروض أصل لإيه. يبقى هنا في الحالة دي أنا بقسم الأهداف بشكل أصغر، بشكل قابل برضو للقياس، ولكن على فترات زمنية أقل، وعلى أماكن ممكن جغرافية أو أماكن مختلفة، إدارات مختلفة، كل ده بشكل أقل، بحيث أن أنا أقدر أقيس هدف لكل نشاط أو لكل وظيفة أو لكل حاجة بيقوم من خلالها التنظيم أو المنظمة بتاعتي. طبعا علاقة الأهداف الاستراتيجية بالأهداف الفرعية، أكيد إن شيء طبيعي إن الأهداف الاستراتيجية هي عادة بتبقى الأهداف الأساسية اللي أنا بحطها للمنظمة بتاعتي والأهداف العامة بتاعتي، وبالتالي ببدأ أقول أنا عايز أصل لهذا النوع من الأهداف. يعني عايز أحقق إن أنا يبقى عندي كام فرع، كمية مبيعات بالكامل قد إيه، خلال 5 سنين حلمه إزاي، حكبر إزاي، كل دي أهداف ممكن تبقى استراتيجية. لكن في النهاية ببدأ أحط الخطوات الاستراتيجية، يعني الخطوات التنفيذية في شكل أهداف ممكن أصل إليها في فترات زمنية أقل، أو في خطوات تنفيذية كل خطوة تشمل مهام معينة أو طبيعة معينة أو نوع من الوظائف معين، بحيث أن أنا أقدر أقول أن أنا حصل بالطريقة دي إلى الأهداف، من الأهداف الفرعية إلى الأهداف الرئيسية بتاعتي. كمان العنصر المهم بالنسبة لي هنا هو عملية ازاي اتنبأ بالاوضاع والظروف المحيطة، ودي عملية بتحتاج مني ان انا اعمل نوع، مش بس ان انا احط الاستراتيجية بتاعتي او الخطة بتاعتي، ولكن انا هختار امشي ازاي عشان اصل لأهدافي بشكل او اخر. ان ممكن مش كل المنشآت تختار نفس الطريقة للوصول حتى لو كانت الاهداف بتاعتها واحدة. يعني ممكن كل منظمة أو كل مشروع يطبق استراتيجية مختلفة في الوصول إلى أهدافه. في ناس مثلا تحب استخدام تكنولوجيا عالي مثلا مقابل أنها تقلل أعداد العاملين عندها، وفي ممكن شركة تانية تقولك لا أنا أزود عدد العاملين ومش لازم التكنولوجيا تبقى عالية قوي وأستخدم العمالة البشرية أكتر. يبقى كل واحد له استراتيجية، حتى لو كانت الأهداف تقريبا واحدة أو ممكن نحققها بنفس الطريقة، لكن كل منظمة حسب ظروفها وحسب إمكانياتها بتحدد الوضع الأفضل والخطط الأفضل اللي توصلها بتاعتها. وبالتالي عملية التنبؤ بتحوي بعض الأمور اللي لازم المنظمة ترعيها، زي مثلا اختيار مجال النشاط. هل أنا هشتغل في مجال صناعي ولا مجال تجاري ولا استيراد وتصدير أو تصدير بس أو استيراد بس أو مقاولات أو خدمات. طبعا ده المجال العام للنشاط اللي أنا هشتغل فيه. كمان بحدد طبيعة السلع أو الخدمة اللي أنا هقدمها، يعني أنا هقدم مثلا سلع عقارية، هقدم عربية، سيارات، هقدم سلع غذائية، أيا كان طبيعة السلع، أو هقدم خدمة بنكية، خدمة صحية، مستشفى إلى آخره. طبعا ده برضو بحدده في الرسالة بتاعتي. كمان بحدد مستوى الجودة للسلع والخدمات، لأن مش كل المنظمات بتشتغل بنفس مستوى الجودة. يعني مثلا لو قلنا سلعة، ممكن سلعة لو قلنا بنتج مواد غذائية ممكن أنتج حاجات عالية الجودة قوي بأسعار أغلى، وممكن أنتج حاجات متوسطة أو قليلة الجودة شوية بأسعار أقل. ده بالنسبة للسلع. كمان الخدمات، يعني ممكن أعمل خدمة صحية على أعلى مستوى، وممكن أعمل خدمة صحية تتناسب مع الفئات الأقل دخلا أو بسيطة، يعني ما فيهاش كل المستلزمات اللي بتتطلبها الخدمات عالية الجودة. كمان مش بس بحدد مستوى الجودة، بحدد السوق بتاعي.
هل أنا هشتغل على منطقة جغرافية معينة؟ هل هشتغل على قطاع واحد من العملاء، شباب مثلا فقط، رجال فقط، أو رجال وسيدات؟ هشتغل مثلا على كبار السن ولا الأصغر سنا؟ يعني أنا بحدد بالظبط السوق بتاعي حسب ما أنا شايف أنا عايز أتعامل إزاي، ومين العميل الأكثر قربا للنوع السلعة أو الخدمة اللي أنا بقدمها. بالإضافة بقى هشوف أنا هتعامل مع مصادر شكلها إيه، من الموردين اللي أنا هشتري منهم، بعض المنتجين اللي هتعامل معاهم، هل هيبقى في حد بيعمل لي عمليات التعبئة والتغليف، هل أنا هوزع عن طريق موزعين بشكل معين. كل ده برضو بيتحدد حسب أنا هشتغل إزاي وهتعامل إزاي. ايضا من ضمن الحاجات اللي لازم اخلي بالي منها تحديد المجال الجغرافي بالنسبه لي، هل انا هشتغل محلي فقط ولا في منطقه اقليميه، يعني بعض الدول المحيطه، ولا على المجال الاعلى شويه، مجال قومي، يعني بشتغل في اكتر برضو من تبع مجموعه دول معينه، ولا على المجال العالمي، يعني بشتغل على مستوى العالم كله. طبعا ده بيتحدد حسب انا هشتغل ازاي، لكن عاده المشروعات الصغيره بتبقى مجالها اكتر محلي او اقليمي، لان هي لسه بتبقى في بدايه حياتها او في بدايه تقديمها لبعض المنتجات. تعال نشوف ازاي بنعمل تحليل وتقييم للظروف العامه. طبعا اي تحليل زي ما قلنا بنحلل جهات داخليه وجزء خارجي. تحليل دايما زي التحليل اللي عملهولنا اسوات، اللي بيقول لك ان تحليل الحاجات الخارجيه بيديك دايما ايه هي الفرص المتاحه وايه هي التهديدات. انا دايما لما احلل الامكانيات والخاصه بالجوانب الخارجيه بتديني الفرص اللي هي الاوبورتيونيتيز، والقيود اللي هي الكونسترينت، او في بعض الاحيان بنسميها التهديدات اللي هي ثريتس. طبعا هنا ده بيعتمد على السوق اللي حواليا واللي انا هشتغل فيه، كمية الحاجة اللي انا هتعامل معاها، المنافسين بتوعي، كل ده بالناحية الخارجية. طب بالنسبة للامكانيات وظروف الداخلية بتاعتي بقى، سواء كانت موارد، امكانيات، المعدات اللي هستخدمها، السمعة بتاعتي، الامكانيات الداخلية، تنظيمي الداخلي، الاجراءات والسياسات اللي انا هتبعها، كل ده بيمثل بالنسبة لي حاجتين بنسميهم نقاط القوة اللي هي السترانس، ونقاط الضعف اللي هي الويكنس، والاتنين بيوروني انا عندي ايه، املك ايه نقاط قوة اقدر استغلها، وايه الحاجات اللي تعتبر بالنسبة لي نقاط ضعف احاول اتغلب عليها ازاي. ده بالنسبة للتحليل اللي هو بحلل الظروف العامة والمحيطة بتاعتي ازاي، عشان في النهاية اقدر احط الاستراتيجية بتاعتي. وزي ما قلنا الاستراتيجية يعني الخطة، عادة احط الاهداف الاستراتيجية الاساسية بتاعتي، سواء انا كنت في حالة استقرار او في حالة نمو او في حالة انكماش، وبشوف كل استراتيجية بحطها في كل حالة من الحالات دي هعمل ايه، مبيعات، التسويق، الربحية بتاعتي عايزها تبقى ازاي، بحط لنفسي المركز التنافسي اللي عايز اوصل له، الاهداف بتاعتي، الطرق لزيادة المبيعات، هخش الاسواق الخارجية لو انا هتعامل معاها لاول مرة ازاي. كل دي حاجات بختار الاستراتيجيات بتاعتي اللي هتعامل فيها، وببدأ بعد كده اصمم هذه الاستراتيجيات، يعني اضع الخطط التنفيذية بتاعتها، يعني ابدأ اشوف هتعامل في الانتاج ازاي، هتعامل في الهيكل التنظيمي والافراد واختيار الناس ازاي، هتعامل في عمليات التجديد والتطوير ووضع الابتكارات التكنولوجية والتوسعات ازاي، برضو بتعامل في سياسة الاستثمار والتمويل، وان انا هصرف الفلوس بتاعتي ازاي، سواء في فترات التوسع او في فترات الانكماش. كل دي معناه ان انا احط الخطط بتاعتي اللي هي قبل ما تبدأ تتنفذ، ببدأ احط الخطط اللازمة لعملية التنفيذ. طبعا تحليل البيئة ده مش معناه ان انا فقط احلل من وجهة نظر محدودة، لا، ده تحليل البيئة معناها ان انا عايش في مجتمع، في بيئة محيطة بيا بتأثر فيا، وهذه البيئة اكيد بتأثر على قراراتي وعلى اتخاذي للأمور. فتعالوا نشوف عملية تحليل البيئة، سواء كانت البيئة العامة الخارجية او البيئة المباشرة، ازاي وايه هي اهم العناصر المرتبطة بهذه البيئة، وازاي انا ببدأ ابص لهذه العوامل وابدأ احللها ازاي. فلو كنا هنتكلم على البيئة العامة الخارجية بالنسبة لنا، العوامل الرئيسية اللي ممكن تأثر علينا ممكن تبقى عوامل اقتصادية
أو عوامل ثقافية أو عوامل اجتماعية وثقافية، ممكن عوامل سياسية، ممكن عوامل تكنولوجية. فتعالوا ناخد عنصر عنصر من العناصر دي ونفهم إيه المقصود بتحليل البيئة الخارجية من وجهة النظر كل عنصر منهم. فمثلا البيئة الاقتصادية، المقصود من تحليل البيئة الاقتصادية ان انا اشوف الموقف الاقتصادي اللي ممكن يؤثر على الاداء بتاعي من خلال بعض العناصر الممثلة للبيئة الاقتصادية، سواء ان انا اشوف ده في المدى الطويل او في المدى القصير. وكتير جدا من المؤشرات اللي ممكن نستخدمها لتعريف الموقف الاقتصادي ودراسة البيئة الاقتصادية. من اهم هذه المؤشرات معدل التضخم، ومعدل التضخم مقصود به تأثير القوى الشرائية وانخفاضه خلال فترة زمنية معينة. يعني لما بيبدأ ينخفض تأثير القوى الشرائية نبدأ نقول إن الفترة دي بيبدأ يحدث فيها تضخم، أي ممكن يبقى فيها ارتفاع في أسعار السلع والخدمات. وهنا معناه إن عدم قدرة الأفراد على الحصول على نفس السلع ونفس الخدمات بنفس القيمة، لكن هيبدأوا يدفعوا فلوس أكتر ويدفعوا مبالغ أعلى. وده معناه إنه هنا لازم أحاول أزود أجر العاملين، أحاول أشوف الإنتاج ممكن أخفض إيه التكاليف اللي ممكن أخفضها فيه علشان أقلل السعر شوية. وهنا طبعا دي بيبقى مطلوب مني بعض الإجراءات عشان أعدي مرحلة ارتفاعات الأسعار دي أو مرحلة التضخم السائدة. برضو من ضمن الحاجات اللي أنا لازم أبص لها في فترة أو من وجهة نظر البيئة الاقتصادية البطالة. وطبعا نسبة البطالة يعني نسبة قوة العمل المتوفرة في المجتمع اللي تستطيع أن تعمل ولا تجد وظائف له، يعني شخص قادر ويملك القدرة على أداء العمل ولا وعنده مؤهلات معينة ولكنه في النهاية لا يجد وظيفة مناسبة ليه. وبالتالي هنلاقي أن البطالة ليها أثار اجتماعية وأثار اقتصادية ممكن تؤثر على المجتمع. وبالتالي كل ما بتزيد نسبة البطالة بيبقى فيه مشاكل في المجتمع وبتؤدي إلى كثير من المشاكل الاجتماعية، لأن الشخص ده مش لاقي وظيفة يعني تستوعبه ومش قادر يعمل يحقق طموحاته من خلال وظيفة معينة. وبالتالي عادة البطالة من وجهة النظر الاقتصادية بتؤدي إلى عدم إسهام الأفراد اللي غير عاملين دول، اللي ما يقدروش يضيفوا قيمة مضافة للمجتمع ولا يقدروا يعملوا يقوموا بعمليات إن هم يحصلوا على أجر ثم يشتروا سلع ثم كذا. يعني العمليات الاقتصادية المختلفة بتبقى متوقفة نتيجة وجود إن هم عندهم متطلبات أساسية للمعيشة ومش قادرين يلبوا هذه المتطلبات الضرورية نتيجة وجود عنصر البطالة. ودي طبعا بتؤثر على المجتمع، ولكن ممكن دي برضو تقلل من استخدام العمالة بأسعار أقل نتيجة وجود نسبة بطالة مرتفعة. برضو من العوامل الأساسية في العنصر الاقتصادي أو العناصر الاقتصادية سعر الفايدة، وسعر الفايدة أكيد له تأثير على الهيكل الاقتصادي العام، وكتير جدا من الدول بتستخدم سعر الفايدة كأداة لعلاج المشكلات الاقتصادية. يعني ممكن تكون أداة لعلاج التضخم أو الانكماش اللي سائد في المجتمع من خلال إن أنا بقدر أتحكم في حجم النقد اللي بيتداول من خلال سعر الفايدة. يعني كل ما برفع سعر الفايدة بقلل الفلوس المتداولة في السوق نتيجة إن الناس كلها بتبدأ توجه فلوسها إلى البنوك، ولكن لما بقلل سعر الفايدة شوية بتبدأ الناس تحاول تصرف الفلوس في مشاريع أخرى أو أنها تعملها في حاجات أخرى، وبالتالي بقدر أتحكم في عمليات التوسع والانكماش من خلال تغيرات في أسعار الفايدة. العنصر برضو المهم جدا في العناصر الاقتصادية وهو توزيع الدخل. وهنا توزيع الدخل معناه إيه؟ الأفراد معاهم قد إيه من دخل المجتمع كله، وهل نفس الأفراد عندهم نفس الدخول ولا هناك فئات مختلفة من الدخول لدى الأفراد. وطبعا أكيد الأفراد المجتمع مش كلهم عندهم نفس الدخل، في مثلا فئات بتبقى دخلها مرتفع، في فئات دخلها متوسط، في فئات دخلها منخفض. وهنا بقدر أقسم السلع والخدمات حسب فئات المجتمع المختلفة، كل شريحة ليها دخل معين بقدم لها مجموعة السلع والخدمات المناسبة حسب دخلها.
وبرده زي ما قلنا عادة الدخل القومي يعني بيمثل دخل المجتمع ككل أو دخل الدولة ككل، وده بيوضح الدولة اللي عندها إمكانية الإنفاق العالي اللي ممكن تدي برده دخول عالية للأفراد، على عكس الدول اللي دخلها منخفض أو دخلها مش كبير، ده بيؤدي برده إلى أن دخل الأفراد بيبقى قليل ودخول الناس بتبقى منخفضة حسب المجتمع وحسب الدخل اللي موجود أو السائد في المجتمع. آخر عنصر من العناصر اللي ممكن تأثر عندنا في البيئة الاقتصادية وهو ميزان المدفوعات، وميزان المدفوعات يمثل التوازن داخل الدولة ما بين الداخل الإيرادات اللي داخلة للدولة والمصروفات بتاعتها، وطبعا في دول كتير عندها ساعات بيحدث عندها عجز في ميزان المدفوعات نتيجة ان هي بتبقى عندها انفاق اعلى من الدخل المتاح ليها، وفي ناس بتحقق فائض طبعا لان الايرادات بتاعت الدولة اعلى من المدفوعات او النفقات، وبالتالي دايما احنا عايزين الميزان يتوازن يعني ما يبقاش في اتجاه للعجز دايما او الفائض، طبعا لو في فائض برضو يبقى في نفقات في اماكن تانية وان الدولة بتقدر تصرف ساعتها وتقدر تدي الناس عندها فلوس اكتر وهكذا، فطبعا عملية التوازن في ميزان المدفوعات بيبقى مهم جدا للناحية الاقتصادية. ده بالنسبة للعنصر الأول معانا من عناصر البيئة الخارجية. تاني عنصر معانا وهو العنصر البيئة الثقافية والاجتماعية، وأي مجتمع عادة بتتوفر فيه بيئة ثقافية مع مجموعة من القيم والمعتقدات وطريقة المعيشة السائدة في هذا المجتمع والسلوك السائد، وده بيعبر عنه في المجتمع بشكل أو بآخر بصور مختلفة. من أهم الأشياء اللي ممكن تعبر لي عن المجتمع بتاعي حجم السكان، وحجم السكان هنا معناه هل أنا كل ما بيزيد حجم السكان معناها أن أنا عندي سوق كبيرة صحيح، ولكن عادة السكان العدد الكبير عادة هل لو هو متركز في مناطق جغرافية معينة ولا لأ، هل السكان توزيعهم قد إيه، يعني هل الأطفال أكتر ولا الشباب أكتر ولا كبار السن أكتر، وده بيختلف من مجتمع لمجتمع وده بنسميه التوزيع السكاني، وطبعا ده بيتوقف على الحالة الصحية ونسبة المواليد إلى الوفيات، وبيتوقف برضو على المجتمع نفسه واتجاهاته للإنجاب واتجاهاته ناحية العمل والسكن، كل دي حاجات بتوريني السكان دول شكلهم ايه وتوزيعهم ازاي والمستوى الثقافي بتاعهم ايه، هل اكثر تعلما ولا اقل، وطبعا ده بيختلف حسب التوزيع السكانية برضو من دولة لدولة. الحاجة التانية اللي هي مرتبطة اللي احنا كنا بنتكلم عنها برضو اللي هي مستوى التعليم، ومستوى التعليم برضو بيختلف من مجتمع لمجتمع، ومستوى التعليم هنا ممكن يزيد في بعض المجتمعات اللي بتهتم بالتعليم وبتهتم بان الناس كلها تبقى عندها درجة معقولة من التعليم، في مجتمعات لا تهتم قوي بالتعليم وبالتالي ممكن يزيد نسبة الناس الغير متعلمين واللي هم ما عندهمش رغبة في التعلم، وده طبعا بيؤدي إلى انخفاض درجة الطموح في الدول أو الأماكن اللي التعليم فيها أقل، بالإضافة لأن درجة الوعي في المجتمعات الغير متعلمة بتبقى أقل طبعا، وبرضو نوعية السلع اللي بيستخدموها ممكن تبقى مختلفة حسب درجة التعلم في مجتمع ومجتمع آخر. العنصر الثالث من عناصر البيئة الثقافية برضو وهو العادات والتقاليد، وكل مجتمع له عاداته وتقاليده اللي بتؤثر على احتياجاته من السلع والخدمات، سواء كان بقى عادات مثلا مرتبطة بأحداث معينة زي مثلا لو احنا قلنا هنا في مصر عندنا مثلا كعك العيد ده مرتبط بالأعياد، عندنا بعض العادات المرتبطة مثلا بالسلوكيات المختلفة زي مثلا حلاوة المولد في مولد النبي، زي بعض الاستهلاك الرنجة والسردين والحاجات دي في شم النسيم، ودي عادات بنتوارثها من جيل لجيل وهي تمثل في بعض الأحيان جزء من السلوك المستهلك. في عادات برضو في طريقة اللبس، يعني أكيد تلاقي الدول الخليج مثلا العربي لبسهم المعروف اللي هو الجلباب الأبيض والبتاع اللي بيحطوه على رأسهم ده جزء من عادات وتقاليد هذا المجتمع وهكذا، ففي كتير قوي من العادات ممكن تؤثر على العمليات وعلى الأنشطة وعلى أنواع السلع اللي بنشتريها حسب البيئة وحسب المكان اللي موجود في السلعة اللي أنا هسوقها أو المشروع اللي أنا هعمله. العنصر الثالث من العناصر البيئة الخارجية وهو البيئة السياسية، والبيئة السياسية عادة تمثل
وجهة نظر الحكومة وإدارة الدولة في الأفكار اللي بتشجع عليها واللي بتنتهجها الدولة أو الحكومة لفترة زمنية معينة. ده ممكن يمثل منها جزء، مثلا النظام اللي موجود في الدولة شكله إيه، النظام السياسي، التشجيع، هل في تشجيع للمشروعات الصغيرة ولا لأ، هل في تأثير، هل قوانين الدولة بتاخدها بشكل معين يؤثر على أداء الشركات المختلفة ولا لأ. فطبعا البيئة السياسية تمثل مدى الاستقرار، مدى عدم او عدم الاستقرار، مدى النظام السياسي شكله ايه، مجموعة القوانين اللي ممكن تستخدمها الدولة. وبالتالي ممكن نشوف من الحاجات المهمة بالنسبة لنا في كمشروع القوانين المرتبطة بالذات بالعمل والعمالة. قوانين الدولة بتسن كثير من القوانين، تحدد مثلا عدد ساعات العمل، مين اللي يقدر يشتغل من اول سن كام لحد سن كام، الحوافز، الامن الصناعي المطلوب في كل مكان، طرق الأجور، طرق تحديد التعاملات ما بين الدولة والأنظمة المختلفة، حساب الضرائب، حساب الخدمات اللي ممكن تقدمها الدولة لبعض المشروعات الجديدة وخاصة المشروعات الصغيرة. طبعا كل ده يمثل كثير من القوانين اللي ممكن تساعد أو ممكن ما تساعدش أي عمل على حسب القوانين اللي طلع شكلها إيه. في كمان من ضمن الحاجات اللي بتمثل جزء من النظام السياسي اللي هو القرارات الاقتصادية. كتير من الدول تقدر تغير في القرارات الاقتصادية المختلفة اللي هي مثلا قرارات خاصة بالجمارك، قرارات خاصة بالضرائب، قرارات خاصة بأسعار الفايدة على الأموال. كل القرارات دي قرارات عادة سيادية والدولة هي اللي بتتحكم فيها، وهي ممكن تؤثر على النشاط بشكل سياسي واقتصادي بشكل معين وتوجه الأنشطة إلى جهات معينة. في أنشطة ممكن أشجعها، في أنشطة ممكن ما أشجعهاش على حسب وجهة نظر الدولة في القرارات المختلفة. برضو من ضمن الحاجات المهمة جدا وهو القرارات السياسية اللي هي قرارات سياسية مباشرة ممكن تؤثر جدا على أعمال أي مجتمع ودراسيقة. يعني مثلا ممكن الدولة تقرر عدم تصدير بعض السلع لأهميتها مثلا للمجتمع، ممكن الدولة تحدد حالة الدولة سواء السلم أو الحرب على حسب الظروف بتاعتها، وكل هذه الاعتبارات ممكن تؤثر على الأنشطة والعمليات اللي بتؤديها المنظمة واللي ممكن تؤثر على عملها في وقت من الأوقات. العنصر اللي بعد كده من عناصر البيئة الخارجية المؤثرة عنصر التغيرات التكنولوجية أو البيئة التكنولوجية. والبيئة التكنولوجية معناها مجموعة التغيرات التكنولوجية اللي ممكن تؤثر على المنشأة في السوق نتيجة إما وجود تكنولوجيا جديدة على السلع اللي بتقدمها، أو طريقة جديدة لتقديم الخدمات، أو مميزات جديدة، أو كيفية إطالة العمر الإنتاجي لسلع بتكلفة أقل. كل الابتكارات التكنولوجية ممكن تمثل فرص قدام الإدارة لتساعد على دخول أسواق جديدة أو اكتساب عملاء جدد، كما أنها ممكن برضو تمثل تهديدات. يعني التكنولوجيا مش كلها بس حاجات تساعد، في بعض الأحيان تكون تكنولوجيا ضارة بتكنولوجيا أخرى أو تكنولوجيا في سلعة تضر سلعة أخرى. يعني مثلا لو قلنا سلعة زي الكاميرات اللي كانت موجودة من فترة ومستخدمة، ممكن سلعة زي الموبايل اللي فيه كاميرا دلوقتي تغني عن هذه السلعة، وبالتالي ممكن التكنولوجيا في سلعة تؤدي إلى مخاطر لسلعة أخرى. كثير من التغيرات ممكن تدعم القدرة على التنافس، وكثير من التغيرات تقلل قدرة الإنسان أو الشركة أو المنشأة على المنافسة حسب أنا التكنولوجيا دي جاية في صالحي أو جاية ضد المصلحة بتاعتي. وبالتالي التقدم العلمي والتكنولوجي ده يعتبر أداة من أدوات المنشأة اللي ممكن إما تنتفع بيها أو إن هي تواجهها بشكل تهديدات. فمثلا تغير الطلب على السلع والخدمات في أنواع أو فئات معينة من المستهلكين ممكن يؤدي إلى زيادة مثلا استهلاك سلع معينة، أو العكس، يعني ممكن زيادة الطلب على سلع زي مثلا النسكافيه أو اللي هي الكافتشينو والحاجات الجديدة ممكن تقلل الطلب على سلع زي الشاي أو زي القهوة. وكتير من الأحيان بتبقى فيه سلع متنافسة بشكل أو بآخر حتى لو لم تكن نفس السلع. كمان في تخفيضات الأسعار ممكن تأثر على العملاء اللي بيمكن يختاروا السلع بشكل معين، أو تؤدي إلى زيادة المنافسة في كثير من السلع، و
بعض الأحيان بعض الخدمات اللي ممكن نقدمها أو نستبعدها ممكن ده يؤثر على بعض السلع المتنافسة، وده يؤدي إلى أن كتير قوي من الناس ممكن ما تستخدمش حاجات معينة، أو زي ما قلنا تكنولوجيا جديدة ممكن تؤثر على تكنولوجيا موجودة في طريقة استخدامها، في الأساليب الفنية المستخدمة، في عملية التطبيقات الأوتوماتيكية. يعني مثلا أكيد البرامج الكمبيوترز ممكن تأثر جدا على استخدام كثير من الابليكيشن أو الحاجات اللي ممكن تكون جديدة بالنسبة للناس، ممكن تأثر على استخدامات حاجات تقليدية أو قديمة قبل كده. وبالتالي احنا كده نقدر نقول ان ده كده معظم العناصر الخاصة بالبيئة المرتبطة بالمتغيرات الخارجية. أما البيئة المحيطة بالمنشأة أو البيئة المباشرة اللي هي ترتبط بالمنشأة ارتباط مباشر، ودي هيمثلها مجموعة من العناصر اللي احنا هناخدهم بشكل أو بآخر، اللي هم عبارة عن المنافسين بتوعي، العملاء المباشرين بتوعي، والموردين اللي بيوردوني السلع بتاعتي، ونشوف تأثير كل عنصر من دول عليا. أول حاجة المنافسين، والمنافسين هم عادة اللي بيزاولوا نفس نوع النشاط واللي بيقدم نفس السلع أو الخدمات، وهو هنا عادة بيبقى تنافس واضح ما بين المنشآت اللي بتقدم نفس السلعة. يعني لو أنا مخبز عيش يبقى المخبز عيش آخر يمثل شخص منافس ليا، لو أنا بقدم منتج زي الشاي لو أي حد بيقدم منتج شاي بعلامة تجارية أخرى يعتبر منافس ليا. وطبعا ساعات في بعض الأحيان نقول مش بس السلع المشابهة ولكن أيضا السلع البديلة ممكن تبقى منافس قوي في بعض الأحيان. من الحاجات المهمة ان انا اعمل تحليل للمنافسة بتاعي، واحنا يمكن اتكلمنا على تحليل المنافسة قبل كده. تحليل المنافسة سواء انا الوضع الحالي بتاعي شكله ايه والوضع اللي هيبقى عليه المستقبل حسب المنافسين اللي بيخشوا السوق او المنافسين بتوعي، هل هم بيتحسنوا بالنسبة لي ولا انا بتحسن بالنسبة لهم. وده طبعا بيستلزم من الادارة انها تحلل طول الوقت قدرة المنافسين بتوعها وقوتهم قد ايه. وهنا العنصر الثاني اللي هو قوة المنافسة بيوريني أقدر أقيسه إزاي، من خلال إن أنا أعرف عدد المنافسين بالنسبة لي قد إيه، قوة كل واحد منهم، وإذا كان العدد محدود أنا إيه أقرب المنافسين إليا، بالذات لو أنا في أعداد كتيرة من المنافسين أنا أكتر ناس قريبين مني من المنتج اللي أنا بقدمه موجودين فين. طبعا كلما كان معدل نمو السوق منخفض كانت درجات المنافسة أعلى، يعني لو أنا ما بنموش بالقدر الكافي أكيد يبقى فيه منافسة عالية موقفة قدرتي على النمو أو قدرتي على أني أحقق مبيعات أكبر، طبعا لأن المنافسين هنا ممكن يكونوا أقوياء أو منافسة ذو منافسة عالية. عادة لو في اختلافات ما بين المنافسين سواء بقى في الأسعار سواء في طريقة تقديم الخدمة طريقة تقديم السلعة أكيد هيبقى في زيادة للتنافس، لأن كل واحد بيحاول يقدم من وجهة نظره السلعة المناسبة والمنتج المناسب. وزيادة القيود ممكن طبعا زيادة القيود المرتبطة بالمنافسين ممكن تأثر عليا على حسب أنا تأثيري من البيئة الخارجية، ده لو كان مثلا بعض الحاجات المرتبطة بالتنافسية زي بعض القرارات وبعض القوانين ده ممكن يأثر عليا بشكل إيجابي أو بشكل سلبي على حسب هذه القيود شكلها إيه. العنصر اللي بعد كده المهم برضو في عملية المنافسة هي تشخيص السوق، يبقى أنا لازم أعرف مدى قوة المنافسين ومدى تركزهم في السوق، وهل أنا عندي فرصة في حتت معينة ولا هم مستولين على كل الحاجات اللي أنا ممكن أخش من خلالها. وبالتالي ببدأ أشوف إيه الأسماء المعروفة في السوق بتاعي وإيه نوعية السلع والخدمات اللي بيقدموها وإزاي أقدر أنافسهم، وبعدين أبدأ أعمل نوع من التقييم للسوق. تقييم السوق هنا يعني بشوف البيئة المحيطة والمتغيرات اللي فيها على طول، وأبدأ أشوف مين أكثر فعالية في مواجهة هذه التغيرات، هل احتياجات المستهلكين للخدمات وللسلع بتختلف كل شوية وبتتغير ولا لأ، هل المستهلكين عندهم معرفة بجميع أنواع السلع والخدمات اللي بتتقدم في السوق وعندهم العلم بكل الأسواق المنافسة، ايه التغير في التكلفة اللي ممكن يأثر على مستوى المنافسة بتاعي عشان أقدر أقدم سلع بأسعار متنافسية أو خدمات بأسعار. كل ده حاجات لازم أتعامل معاها في سوق المنافسة. العنصر الثاني من العناصر الخارجية المباشرة أو العناصر اللي بنسميها المحيطة بالمنشأة وهو العملاء، والعملاء دول
شيء مهم جدا بالنسبة لي، لأن العملاء دول هم اللي بيحققوا لي أهدافي، هم رضاهم هو اللي بيضمن لي استمراريتي في سوق العمل، رضاهم هم اللي أنا بحاول دايما أرضي أذواقهم، أرضي عاداتهم، أحقق احتياجاتهم، ألبي طلباتهم. وإن ده العميل، لو أنا كسبت العملاء فأنا كسبت كده طبعا جزء كبير قوي من رأس مالي، استمرارية عملي بشكل أو بآخر. عادة ممكن أصنف العملاء حسب المواقع الجغرافية، يبقى أنا ممكن أصنف العميل بحسب الموقع، مناطق مثلا، محافظات معينة، دول معينة. ممكن كمان أقسمهم على حسب العوامل الديموغرافية بتاعتهم، يبقى أنا ممكن أقسم العملاء بتوعي حسب الدخل والسن والتعليم والوظيفة والوضع الاجتماعي أو حجم الأسرة. ممكن أقسم كمان العملاء بتوعي حسب هو عميل صناعي ولا عميل مستهلك عادي، برضو دي طريقة للتقسيم. ممكن أقسم العملاء بتوعي بأكتر من طريقة. آخر حاجة وهي عنصر الموارد أو المواردين. عنصر الموارد يعني أي نشاط في الدنيا بيحتاج لموارد معينة عشان يقدر يكمل إنتاجيته، عشان يحول هذه الموارد إلى سلع وخدمات. يعني لو أنا بعمل مثلا منتجات زي المربى مثلا، فأنا الموارد بتاعتي هي الفراولة اللي هعمل منها المربى، البرطمانات اللي أنا هعبي فيها. ممكن أي موارد يجيب لي برطمانات، في موارد ممكن يجيب لي مواد التعبئة والتغليف، في موارد يجيب لي المادة الخام نفسها اللي هتدخل في الصناعة. يبقى ممكن الموردين اعتمد عليهم في الحصول على المواد الخام، ممكن يعملوا لي الموارد، يجيبوا لي موارد بشريه ذات مؤهلات معينه. في كتير من الموردين بتساعد على ان انا اقدر اجيب ناس او عماله تشتغل عندي. في موردين بيمدوني بالاموال برضو، دي من ضمن الحاجات، الناس اللي ممكن، الجهات اللي ممكن تمدني بالاموال او بالقروض، ممكن شركات ماليه او بنوك وخلافه. طبعا هنا الموارد اساسا بتعتمد على قدرتي على النمو والتطور في البيئه الخارجية، وكل ما يبقى عندي قدرة أكبر على النمو، كل ما يبقى قدامي فرص أكتر في التعامل مع الكثير من الجهات المختلفة. وزي ما قلنا، علاقة المنشأة بالموردين بتوعها بتحدد إمكانية التعاون للوصول إلى أفضل مخرجات، لأن المورد ده هو اللي بيدخل لي الحاجة اللي أنا بكون منها المنتج بتاعي أو السلعة بتاعتي. وبالتالي كل ما تبقى الحاجة جايبها لي في وقتها المناسب وبالصورة المناسبة، كل ما أنا أقدر ألبي طلبات العملاء بتوعي وأقدر أتفاعل مع المنشأة بحيث أن أنا أقدر أقدم المنتج أو السلعة بتاعتي على أفضل وجه وبأحسن طريقة. شكرا لحسن استماعكم.